اما هلا هايدي ننتقل لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم. رح نحكي عن موضوع بهم كثير من الناس، الاعتناء بالاسنان خلال شهر رمضان المبارك. يمكن هايدي شهر رمضان هو فرصه لاستعاده الابتسامه الجميله، خصوصا لانه الناس كثير بتوقف عن التدخين لساعات طويله، لتناول السكريات بشكل مستمر. كيف فينا نعتني باسناننا خلال شهر رمضان المبارك، وكيف فينا فعليا نعالجهم خلال الشهر؟ دون في كثير دائما تساؤلات انه ممكن نفطر ولا لا اذا يمكن عالجنا اسناننا قبل الافطار. كل هاي التساؤلات رح يجاوبنا عليها الدكتور ابراهيم تركماني، اختصاصي في تجميل الاسنان والتعويضات الفكيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير سوريا. رمضان كريم دكتور، ورمضان مبارك ان شاء الله على سوريا. شكرا يا رب. بدايه دكتور، دائما بنقول انه الاسنان هن مرايه الوجه واساس ثقه الانسان بنفسه بشخصيته وبمظهره الخارجي. يعني فينا نقول انه قبل شهر رمضان بعض الناس، يعني اغلبنا، يكون في عندنا عادات سيئه مثل التدخين وتناول الاطعمه والسكريات، لكن اليوم يمكن بشهر رمضان صارت محدوده هي الفتره ورجعت هي العاده. خلينا بالبدايه نوضح كيف ممكن نحافظ على صحه الاسنان خصوصا بشهر رمضان. اجمل مقدمه كانت انه نحن قبل رمضان مدخنين، لكن برمضان صارت بفتره محدوده غير مدخنين. وحقيقه نحن رمضان بيعطي للمجتمع سلوك اجتماعي، صحيح، وبالتالي سلوك غذائي، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا رمضان هو يعني فرصة لأنه نغير من عاداتنا ونتقدم بشكل بالصحة، وخاصة بالصحة الفموية. فكيف بدنا نتقدم؟ مثل ما تفضلتوا حضراتكم أنه نحن نبتنع عن التدخين، وهي أهم نقطة بالموضوع، لأنه التدخين بيسبب أذية للأسنان، صحيح، بشكل مباشر من حيث اللون. هذا الشيء اللي نحن بنشوفه وبيعمل تصبغات، والتدخين بأنواعه، يعني سواء التدخين الأرجيلي أو تدخين السيجارة أو السيجار أو أي نوع من أنواع التدخين، فهو كله بيأثر على موضوع لون الأسنان. لكن حقيقة ما بس بيأثر على اللون، نحن بنخاف أكثر من هيك تماما، لأنه التدخين بيأثر على الغشاء المخاطي الفموي، وبالتالي نحن بنروح لأمراض متنوعة، وأكثرها خطورة هي السرطانات الفموية اللي أحد العوامل الكبيرة بالخطورة هو التدخين. وبالتالي نحن برمضان يمكن بجنبنا الخطورات الصحية، صحيح، الكبيرة اللي بيخلينا نخفف، وممكن يكون الإرادة بالإقلاع عن التدخين. إذن في عادات اجتماعية وعادات صحيه بتدخل برمضان. صحيح، ومثل ما قلت في عادات وسلوكيات نتبعها برمضان صحيه ومفيده جدا للجسم دكتور. خلينا نحكي عن المداوات الاسنان خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن من اكثر يمكن التساؤلات عند كثير من الناس، وبتجينا كمان لما يكون عندنا دائما محطه طبيه، انه انا بدي اعالج اسناني، ونحن بنعرف الصيام لساعات طويله يعني للساعه 7، انا اذا بدي اعالج اسناني قبل الافطار بفطر، شو هي الحالات اللي ممكن ما تخليني أفطر، خصوصا التخدير لما نحكي عن عملية التخدير أو ممكن معالجة طويلة للسن، يبتلع دم أو يبتلع مي بالغلط أو أي شيء. هلأ الفكرة بالصيام أنه عدم دخول الجوف المعدة أي سوائل أو أي أطعمة أو أي شيء، الامتناع الكامل. هلأ طبيب الأسنان هو عم يشتغل بالنقطة الحساسة عند مدخل الجهاز الهضمي، صحيح، وبالتالي في خطورة أنه نحن نبلع وبالتالي يفسد الصيام ولا لا؟ هي السؤال اللي دائما نحن كمجتمع بنخاف من طبيب الأسنان. في تساؤل كبير عليه، صحيح. لكن حقيقة اللي أنا بعرفه حسب معلوماتي إنه الموضوع التخدير هو موضوع آمن، ما في عنا مشكلة فيه، وبالتالي هذا موضوع ممكن السيطرة عليه. هلا بدي أقول إنه بعض الناس بيقدروا يتحكموا بإنه ما يقدروا ما يبلعوا أبداً عند طبيب الأسنان، وهدول بيكونوا بمأمن ممكن عند أي طبيب أسنان يتعالجوا. في ناس تانين لا، ما عندهم القدرة إنه يتحكموا بحاله. هلأ نحن في عنا تقنيات حقيقة بالعيادات بطب الأسنان، خاصة العيادات المتطورة والأطباء الأخصائيين، في عندهم شيء اسمه الحاجز المطاطي، وبالتالي ممكن تطبيق الحاجز المطاطي وسد يعني منطقة البلعوم، وبالتالي موضوع البلع بصير موضوع ما له موجود خلال المعالجات اللي هي بتتم المداواة مثلا، وبالتالي الموضوع أو بتحضير التيجان أو، وبالتالي هذا الموضوع بالنسبة لنا ممكن يعني نتجنب بالخطورة ببلع أي شيء لتجويف المعدة. إذن الموضوع في
في عند أطباء الأسنان وسائل ممكن تم المعالجات الآمنة، وبالتالي الأخوة الصائمين ممكن يراجعوا أطباء الأسنان بكل هدوء وبدون خوف وقلق من هالموضوع. لكن أنا بقول للمرات القادمة أرجوكم ما نخلي رمضان هو فرصة للمعالجة، هو يكون فرصة. طب في حالات ممكن نقول هي الحالات فينا نعالجها قبل الإفطار قبل، وفي حالات لا ممكن نأجلها ولا لا؟ اللي بدي أقوله إنه خلينا نحن قبل رمضان ننهي المعالجات مشان ما نتعب، لأنه زيارة طبيب الأسنان بتشكل حالة فتح الفم، حالة تعب. صحيح، يعني لازم تكون الزيارة قبل شهر رمضان لدكتور. هو الأفضل يتحضر بحيث إنه يكون، لأنه في فترات صيام طويلة ساعات. إذا الموضوع بالنسبة لنا التحضير لرمضان جزء هام، لكن نحن هلأ الآن برمضان خلال وبالتالي الشهر. خلال الشهر شو ممكن أنا أساوي؟ هلأ ولا شك يعني في كثير من الزملاء الأطباء عاملين برامج، وبالتالي في منهم بيفتحوا بعد الإفطار للناس اللي حساسين جدا، وفي ناس يعني بيفتحوا خلال النهار بأوقات محددة. حتى إشكالية إنه يعني ممكن الحل إنه بعد الإفطار تصير المعالجات، لكن خلال النهار يعني ما نكون إحنا قلقين، لأنه كتير من أطبائنا بيقدروا يركبوا الحاجز المطاطي ويشتغلوا على الموضوع، ونكون إحنا مرتاحين بالمعالجة ونكون آمنين يعني. فهذا الموضوع ممكن يصير. هلأ ليش أنا عم أقول إنه برمضان؟ لأنه حقيقة بعض المعالجات ما بتنتظر إنه أنا الألم درجته يلي بتصير، ما بننتظر إنه ننتظر لبعد العيد ولا لحتى نفطر ونراجع طبيب الأسنان، لأنه بيكون بلشت الألم تصير شديدة وممكن تدخل بموضوع العلاجات اللبية سحب العصب. إذن الموضوع بالنسبة لنا هو حالات فورية، وبالتالي بتم هذا الأمر وما في مشكلة. تمام. حتى بدي أقول إنه عمليات القلع ما في خوف، إذا يعني كان المريض واعي وقلعنا بشكل جيد وكان حريص انه الطبيب يعني عنده مقاسات لعابيه جيده، سكشن عالي المستوى، وبيقدر يتدارك الامور وما يخلي النزوفات يعني نغلب المريض فيها. اذا مهارات الاطباء ومهارات اطبائنا حقيقه بسوريا مهارات عاليه، وبيقدروا يتعاملوا بشكل كثير ممتاز مع مرضاهم ويسيطروا على اي حاله بشكل جيد. فنحن يعني من خلال الشاشة الكريمة بقول إنه لأخوتنا المواطنين الموضوع منو يعني بهالصعوبة المتخيلينه نحن، إنه المعالجات هي برمضان يعني صحيح إلى خصوصيتها، لكن في كادر عنا حقيقة من الأطباء وهذا الشريحة الواسعة. يعني أنا ما بدي أقول كاملا، لأنه هذا الشيء فيه له الخبرات الشخصية والشهادات وإله يعني الإمكانيات اللي متوفرة بالعيادة، لكن غالبية الأطباء وغالبية العيادات تتوفر فيها هاي الأساليب، وبالتالي إحنا آمنين على مرضانا إنه برمضان يتعالجوا بشكل جيد وآمن. تمام دكتور. يعني من أبرز المشاكل يلي ممكن تواجه الصائمين اليوم بشهر رمضان يعني بسبب ساعات الصيام الطويلة، ممكن نسمع كتير بيعانوا من رائحة الفم الكريهة، خلينا نوضح شو الأسباب وشو النصائح لحتى نتخلص من هاي العادة. رائحة الفم خلينا نقول منين بتجي، وأنا يعني بدي جنب المواضيع الثانية لأنه في لها أسباب. في نمط غذائي معين دكتور بسببه ممكن يصير في روايح بالفم؟ هلا أنا خلينا أبدأ بموضوع إنه في مشكلة عامة وأنا ما رح أتطرق لها. يعني في مشكلة صحية اللي هي ممكن تكون داخل الجهاز الهضمي، هاي خلينا موضوع لحاله. وفي عنا ناس يعني مثل السكريين إلهم يعني رائحة الفم الخلونية، رائحة الخل بتكون بالفم واضحة سواء كان في صيام ولا لا، وبيزيد هذا الأمر بحالة الصيام لساعات طويلة. فإذا الموضوع بالنسبة لنا الموضوع في أمراض عامة، أنا ما رح أحكي لأنه هاي في أخصائيين هضميين ممكن يحكوا بهالموضوع. نحن كأطباء أسنان برائحة الفم وين تتجلى؟ حقيقة تتجلى إنه بكثير نقاط إهمال الصحة الفموية. وأحيانا نحن لا ما نكون مهملين الصحة الفموية، بس ما لنا قادرين انه نوصل لنقاط محدده. هاي النقاط المحدده اللي هي
حشوي كانت ما كتير منجزي بطريقة جيدة. تاج صار في مشكلة بعد ما تركب بشكل جيد وصلوا سنوات فبتنحشر الفضلات الطعامية وما بنقدر نشيلها ونحن ما بننتبه لها. بنطلع لأسناننا ونشوفهم أنه نحن بالواقع عملنا معاملة كتير منيحة ومضينا وقت وكلياتهم المرضى بيأكدوا أنه نحن والله عم نفرش أسناننا حقيقة هم صادقين وعم يفرشوا أسنانهم لكن حقيقة بعد وصلوا في نقاط محددة إنه يشيلوها. هالنقاط محددة بفضلات طعامية اللي بتبقى محشورة بنقاط وما بنقدر نشيلها حتى بالخيط فهي في جراثيم عنا في ظلمة وبالتالي بتتخمر هاي وبتتحول لموضوع منبع لمستعمرات جرثومية وبالتالي الجراثيم وقت بتشتغل فعاليتها بتنتج وبتنثر الغازات وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا التخمرات هي اللي نحن بنشوفها بنشوف انه هي يعني صارت بالفم منتشرة بشكل جيد هلا عفوا ما بشكل جيد وانه بشكل واسع كبير. الموضوع يعني بالنسبة لنا هي مشكلة ليست مشكلة عند الصائمين وانما هي مشكلة العالم الكرة الأرضية يعني وبكل المجتمعات فيها هي المشكلة. نحن عنا بمجتمعنا منتشرة بشكل محدود لكن برمضان نشوف البعض تكتر صحيح تكتر. ليش؟ هون السؤال يلي صحيح. يعني ممكن جاوب حضرتك فيه لأنه نحن إمتى بتصير عنا المشكلة؟ المشكلة بتصير عنا بالليل وقت بننام 7-8 ساعات نقعد بتلاقي بخل الفم واضح نروح نفرش أسنان أو كذا فبتروح هذا الموضوع بالصيام بصير في عنا فترة النوم طويلة وفترة ساعت. النهار طويلة صحيح. بالصيام إذا الموضوع نحن ما عم ناكل ما عم نشرب وبالتالي أنا بقول إنه لازم نفرش أسناننا بعد الإفطار وبعد السحور بشكل كم مرة دكتور جيد. المفروض هلا برمضان لازم نحن نفرش أسناننا مرتين أقلها نحن عم نحكي مرتين. لأنه عن يعني الصيام لساعات طويلة قد ما حملت معالجة ونظافة لازم تشم لو ريحة بسيطة لأنه مثل ما قلت يعني في عندك بالليل وبالنهار في حالة متواصلة وكبيرة طويلة وبالتالي التخمرات أنا عم متيح للتخمرات بس فينا من المعالجة اللي سوية يعني هلا بعض نحن عم نحكي عن إنه الشخص عم يعالج أسنانه أو عم ينظفهم بشكل مستمر بقايا الطعام اللي بتبقى بمناطق يمكن ما بيقدر يشوفه أو ما بتقدر الفرشاية توصل لا بالخيط ولا بالفرشاية المعالجة اللي سوية عند طبيب الأسنان يعني بنعرف إنه مثلا ممكن نروح ننظفهم بشكل مستمر هو ضروري المراجعة طبعا ضروري المراجعة لكن نحن عم نحكي على شيء يومي وآني يعني الموضوع ليس صحيح الموضوع فإذا التراكم بيزيد صحيح بدك تعالج السبب بس لا أنا عم بحكي على نقطة تانية تماماً إنه نحن في عنا هالفترات اللي بصير فيها تخمرات بفترات طويلة هون بالصيام شلون أنا بدي يعني هاي الفترة إمتى بتصير وقت بيكون فيه تخمر أكتر هو هاي بتزيد نشوف نحن كل الصائمين عندهم بعض البخر لكن شدته وقت بكون في مشكلة حقيقة مشكلة داخل الفم يعني هاي نقطة كتير هامة وطبيب الأسنان بيقدر يعني يتغلب على هالنقطة هاي بس الموضوع يلي بدي أنا أقوله إنه نحن نفرش أسناننا بعد الأكل ونتمضمض وهي أنا بدي أخوتنا المواطنين ليتمضمضوا هي يعني أنا ما عم نحكي شيء يعني نحكي من فرائض الصلاة يلي هي المضمضة وبالتالي نحن عم نروح المنتج اللي عم بصير من الجراثيم نطرده خارج الفم وبالتالي نحن عم نخفف من الموضوع باستمرار وبالتالي موضوع المضامد هو موضوع يعني بالماء هو موضوع كتير مهم وكتير جيد مي وملح مي حتى لو مي عادية احنا هلا غير الغسول يعني في غسول مضاد الصائمين بيصلوا وبتوضوا فبتمضمضوا وبالتالي وقت بيتمضمض حتى بالأوقات العادية فهو شيء عادي مهم ما يبلع في غسولات معينة بتنصح فيهم دكتور اليوم هلا انا الموضوع بصراحة وجهة نظري انا في منهم ممكن بسببه لسه جفاف اكثر يعني هلا الماء والملح برمضان لا في بعض المركبات يلي بتكون في إلى أهداف مثل الكلورهيكزيدين مثلا فأنا بنصح بمواضيع المضامد يلي بتكون البعض بيخاف من هالقصة إنه الطعم بيضل بالفم فأنا بشان أكون مع الشريحة الواسعة وأقول إنه الماء لحاله هو ماء كافي برمضان لأنه تمضمض عدة مرات وبالتالي حقيقة رايح نشوف الموضوع بالنسبة لنا جيد وخلال النهار حتى إذا من فرش أسناننا بالفرشات
وبمعجون بدون طعم رح نشوف انه بس دكتور يمكن كمان طبيعه اللعاب بتلعب دور برائحه الفم. بنشوف ناس عندها قلح تجمعات ببعض الاسنان كمان كل هدول بيلعبوا دور ب اللعاب في له مصدرين يا نوعيه يا كميه. هلا بتلاقي انه النوعيه بتعطيله مثل ما تفضلتي حضرتك انه كميات من القلح متراكمه على الاسنان بشكل كثير كبير. والنقطه الثانيه كميه اللعاب. هلا الغلال اللعابيه الى مقدار الغلالية هي المنتج من الغدد اللعابية اللي بيكون بالفم. هالمنتج هذا اللعابي يلي بيكون داخل الحفرة الفموية له مقدار لحتى يحافظ على صحة الفم نسج ولحتى نقدر ناكل ونبلع بشكل جيد. إذا تقوم الفم أو الحفرة الفموية بالوظائف تبعتها سواء بالكلام أو بالبلع أو بالمضغ بشكل جيد. إذا هذا الموضوع كمية اللعاب مهم. هل عند البعض في عندهم مشاكل صحية وبقل اللعاب. اللي عنده بقل اللعاب بروح باتجاه شو بصير عنده نخور كثيرة حسب كل حالة يعني. إذا كل حالة بقيمة طبيب الأسنان وبيقدر يوجه المريض للموضوع. وأنا خليني أقول من خلال الشاشة الكريمة إنه ليس التوجه لطبيب الأسنان والوقت اللي بنحكي من خلال الشاشة الوطنية دائما ما بنقول على عيادة خاصة وإنما عم نقول على مراكز كتير مهمة من العيادات الخاصة. لكن حقيقة في عنا الجامعات مهمة جدا سواء الحكومية أو الخاصة. وفي عنا مراكز وزارة الصحة وهي كلها مجانية. وبالتالي يعني نحن عم الخدمات الصحية الفموية اللي بتتقدم للناس بتتقدم من مراكز مجانية ويمكن التشخيص وإبداء العلاج بشكل مجاني. فإذا الموضوع متوفر بسوريا أنا هذا اللي بدي أقوله بأساليب متنوعة وجيدة وعالية المستوى. يعني نحن وقت بنحكي عن جامعة عم نحكي عن معالجات أكاديمية عن آراء أكاديمية بتقدم للناس وبشكل مجاني. تمام بدنا نتشكرك كثير دكتور إبراهيم تركماني اختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور وشكرا على جميع النصائح والمعلومات اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك.